حاجه اسمها الكد والسعايه، والناس الكد زعلت قوي. والسعاية. ايه الكد والسعايه؟ ليه الزوجه تاخد نصف فلوس الراجل زي بره؟ انا ما بنقولش نص، بس على الاقل على الاقل الراجل ده كبر وبقى غني، عنده بيتين تلاته اربعه، تاخد بيت، تاخد بيت بقى بدل ما تروح دار مسنين. طب ثانيه واحده، مين اللي هيحكم لها بده؟ ما دي مشكله كبيره قوي في مصر. القضاء. التعديلات. حضرتك مش موظفه؟ عندنا حضرتك موظفه. انت اتجوزتي، حد هيقدر يقنعني ان عشرتك مع زوجك ما كانش البيت بيستفيد بمرتبك؟ لا بيستفيد. طيب. وقفه كفايه وقفتها نفسيا. طيب. هي بقى دي اللي الرجاله قالوا لا، هي ليه تاخد مني فلوس وهي ما اشتغلتش معايا؟ لا، هي وفرت لك الجو ان انت تشتغل. هي استحملتك وربت الولاد نفسه كويس قوي، وخدت الجزء ده شالته عنك عشان تفضى لمشاريعك وشركاتك وتكبر وتشتري. كانت بتديك النصيحه لان دماغها ست كبيره قوي، نشتري ده نكبر في ده، نحط هنا نحوش شويه. وهل هي بعد ما كبرت كده مالهاش اي حق في ثروته الكبيره ده حاليا؟ دي حاليا مفيش الا حقوق. طب القانون ده ممكن يطلع امتى يا ست المستشاره؟ ده احنا دلوقتي اولا في تعديل ده هيطلع امتى وايه؟ والست اللي اوريدي اتطلقت هل ممكن يرجع لها حقها؟ احنا بقى ده اللي احنا عايزين نطبقه. يمكن صعب شويه لان اي صدور قانون بيبقى من تاريخ تطبيقه، وفيه بقى الا بقى الجنائي اللي هو القانون الاصلح للمتهم. احنا بنقول بقى باثر رجعي. لان في ناس اتطلقت وقعدت في الشارع بالزبط. في سيدات راحوا دار مسنين، في راحوا عايشوا مع مرات ابن مش طايقه حماتها، في يعني اتهانوا، في سيدات اتهانت، وفي بقى سيدات ما خلفتش اصلا. طب دي مصيرها ايه؟ يعني هي دي عشان ما خلفتش ولا ربنا ما رزقهاش؟ وبعدين اللي عايز يتجوز ما يروح هو يتجوز في بيت تاني. بالظبط. يروح ياخد حاجه بس ما يسيبش، ما تسيبش بيتها الاساسي وبيت ولادها اللي ربتهم فيه، وبعدين يروح هو يعيش حياته بطريقه تانيه. ان شاء الله يا رب يجيب قصر. بالظبط زي ما حضرتك مش قلت. مشكلتنا بنيجي نقول مثلا في طرق الاثبات. طب ازاي نثبت لا، في طرق الاثبات متوفره. يقولوا ازاي مثلا نثبت ان الراجل ده عنده؟ عندنا اثبات الدخل عن طريق التحقيق، تحرية المباحث، عندنا نجيب صحف شركات، الضرايب نشوف شركاته. ففي حاجات كتيره قوي نقدر نثبت بيها الزوج ده غني، ولا هي بتدعي ان هو غني وخلاص عشان تاخد بيته. فالطرق لا سهله. هو في حاجات بتبقى واضحه انه غني وانه مقتدر، ما هو لازم اثبات. بس طرق الاثبات وفرها القانون، قانون الاثبات حددها وسهل جدا اثباتها. عندنا تحريات، حاله الدعوه للتحقيق، اثبات شهود، اثبات نفي. القاضي على فكره، قاضي المدني وقاضي الاسره لا يختلف كتير عن قاضي الجنائي. بيبقى برضه عنده اليقين وعنده البصر والبصيره والعقيده، عنده عاليه جدا. ولا هو بيحكم مثلا بالورق اللي عنده؟ ما هو بالورق وعنده تحقيق. ما هو التحقيق ده انا في الاخر بجيب ايه؟ او بقول انا هاخد الحقيقه منين؟ من عقيدتي. مش انا اطمأنيت لشهاده الشهود ولا ما اطمأنيتش؟ في الاخر هتعود على القاضي. فاحنا عندنا قضاه فاهمه الكلام ده كويس، وبتقدر تعرف ان الراجل ده ميسور وفي حاله يسر، ولا في حاله بقى بيدعي ان هو غلبان وفقير وراح عمل بيع سوري للام ولا الخال ولا مش عارف. البيع السوري بيبان، بتروح تعمل على طول قضيه سوريه عقد بيع، وبتقول ما فيش ثمن حقيقي، وان هو كان بيتهرب من ان هو يثبت ان هو غني، فباع لصاحبه وباع لمش عارفه مين، كلها بيع سوريه، وبتثبت المحكمة المدنية. القضاء هو دايما لما بنلاقي قضية أسرة بنلاقيها انشق منها، جنائي مدني. مدني مهم جدا، عقود بقى وتزوير ومش عارفة ايه، ودعوة تزوير رسمية ودعوة فرعية، وعندنا دعوة الملكية وإثباتات ملكية. كل ده سهل جدا إثباته في المدني، والمدني أصبح سريع. الناس كانت تخاف تقول القضية المدنية بتطول بقى وخبرة ويشوفوا الموضوع. لا، ما بقتش تطول على فكرة المشكلة. وبعدين لما بتطلق الست ما عندهاش أي مورد، هو كمان مش بيدفع لها حاجة إلا بعد ما بيتحكم في كل القضايا دي، وتلاقي في الآخر حاجة يعني ولا حاجة. بالنسبة نفقات بسيطة جدا ولكن هي سريعة. يعني النفقات اللي في الأول حتى قاضي الأسرة بيدي. أنا كنت من الناس اللي كنت متبنية حتة النفقة المؤقتة. يعني أنا ما كان يجي عندي واحدة عايزة فلوس وعايزة نفقة، في نفس اليوم لازم أديلها نفقة مؤقتة، وبعد كده لما نكمل إجراءات بقى النفقة اللي هتقعد شهرين ثلاثة تكون على الأقل خدت فلوس الشهر والشهرين تأكل ولادها وتصرف عليهم. وبعد كده لما يثبت بقى الدخل بطريق حقيقي صحيح بنبدأ نشوف بقى ينقلل النفقة ينعلي النفقة، بعد ما يبقى كل الإثباتات وصلت لينا إن الراجل ده عنده في حالة يسار أو في حالة عسر، فبنقدر نحددها. لكن في أكل للولاد، دي عايزة تاكل، دي عايزة تتعلم، عايزة لبس، عايزة تروح مدرسة، عايزه مصاريف، عايزه كتب، فالكلام ده ما نقدرش نوقفه. في سرعه جدا في قضايا النفقات. انا بس اللي بقول احنا عاوزين يعني نعليها شويه، ولكن برضو بالقدر المساعد للراجل. احنا مش عايزين يعني نقول الراجل ده برضو احنا هنذبحك. احنا بنبقى في حاجه وسطيه، عشان كده بقول القاضي هو اللي بيحددها كويس جدا، وبيقدر يوصل لده من ظروف وملابسات كل قضيه. كل قضيه ليها ملابسات خاصه بيها. بالظبط، خاصه بيها هي. بس مش مجرد ورقه ما بعتمدش عليها، مش مجرد شهاده شهود بعتمد عليها، لا، انا عندي ملابسات الدعوه ككل
ونظره القاضي وبصيرته وبصره هو اللي بيقدر يحدد ايه المبالغ اللي المفروض تتحصل عليها السيده، ايه المبالغ اللي الاطفال في المستوى ده، مدرسه ناشونال غير مدرسه انترناشونال غير مدرسه حكومه. فانا في الاخر لازم ليا النظره الولاد دول اتربوا ازاي. ما يجيش بقى اشمعنى انت يا اب بعد ما طلقت تقول الولد ده مش قادر يدفع مصاريفه، لا ويخرج الولاد كمان من المدرسه ويوديهم بقى مدارس اقل من اللي كانوا فيها، ودي بالزبط. مشكله كبيره عشان كده بقول للسيده اول ما تتطلقي او قبل كمان روحي اعملي ولايه تعليميه على طول قدام قاضي الامور الوقتيه علشان ما ينقلش ملف الاولاد من المدرسه لمدرسه. اضمني حق اولادك. سياده المستشاره ما تبقاش عارفه انها تتطلق وتبص تلاقيهم غدر بيها وطلقها فجاه، ودي مثلا ما كانتش متوقعه كده.